مثلا ماهيش معناها التليفونات في المباشر، راهو قاعدين نسجلوا في اسئلتكم الكل وحارسين باش كونوا الاسئله نتاعكم هي تكون مواضيع الاركان القاره والفقرات في برنامج كلام صحيح. وساعات زاد نعديو المكالمات الهاتفيه اللي انتم بطبيعه الحال ديما تتصلوا بنا عن طريق 71 800 814 والا عن طريق البريد الالكتروني كلام 21@tunisiatv.tn. موضوعنا اليوم هو الماء الممغنط. مرحبا بك دكتور علي خوجة. الماء الممغنط يمكن الاسم يخلي يحط نقطة استفهام كبيرة، شنو معناها ماء ممغنط؟ ماء ممغنط جاي من مغناطيس، ماء مانيتيزي، هو حامل المغناطيس. ساعة نحبوا معناها نلخصوا اللي جينا به في الحصص الفارطة، هو كونه الطاقة هامة بالنسبة لحياة الإنسان. والأمراض توجدت على خاطر الطاقة تحت في المناخ اللي احنا عايشين فيه وحتى في الغذاء اللي احنا نتناوله. وثم طرق بسيطة تعرضنا لها المرة الأخرى باش نستحوذوا على الطاقة نتاعنا. حكينا على التنفس، حكينا على الدلك، حكينا على الماء كيفاش نمروه بالقلة، حكينا على الماكلة اللي باش تكون ماذا بينا بيولوجية وغيره. بما أنه الكمية نتاع الطاقة اللي احنا لازمتنا كل يوم باش يكون عندنا درع ضد الامراض نقصت، هاك تشوف ساعات واحد تلقى الماكله نتاعو بصفه عامه متوازنه الكل، بالرغم هذايا المرض قاعد يجي، ما نحكيوش على من غير تفاصيل. اش معناها؟ معناها لازمتنا الحد الادنى اللي لازمه يتوفر ماهوش متوفر. الطريقه هذه الماء الممغنط باش يجيب لنا الحد الادنى نتاع الطاقه الحيويه اللي احنا نحتاجو لها كله. وبقيتها بعد واحد باش ينجم يستهلك حاجات اخرين ما ثم حتى مشكل. ماذا بينا الصور الصوره الاولى تبعوهم. الصوره الاولى هذه عديناها سابق، حبيت نركز المره هذه نذكروا بها بالطبيعه، نركز كونه الطاقه ماهيش حاجه معناها سوبجكتيف كما نقولوها، معناها نحسوا بها مش ذاتيه، ما نحسش بها فقط، نجموا نصوروها ونجموا نكيلوها وهاك تشوف الجسد ونجموا نقيسوها، هاك تشوف الجسد هذاك في الوسط والطاقه هي الهالك اللي دايره في الجسد، وكانه قطك اللي في الوسط هما مراكز الطاقه اللي احنا نتخلصوا من الطاقه. الطاقه كما الماء معناها نستهلكوه وبعد ما نستهلكوه نجموا نتخلصوا منه بعد ما يسهل لنا باش نتخلصوا من السموم تاعنا. كيف الطاقه؟ ناخذوا الطاقه النظيفه وبعد نتخلصوا من الطاقه المستعمله عبر اكل مراكز الطاقه. التصويره الوسطانيه وريتها كونه اكل مراكز الطاقه اللي شاكرا اللي احنا اللي نفسنا الهاله نتاعنا موجودين بكثره، وكل جهاز عنده شاكرا نتاعه اذا كان مش واحد اثنين وثلاثه واربعه، وعندنا قرابه 80,000 شاكرا في الهاله نتاعنا. والتصويره اللي على اليمين بالكل وريت كونه وقت اللي الطاقه تبدا معدله هذاك درع ضد الامراض، وقت اللي الطاقه تبدا مفرعسه ما بين قوسين طايحه في بقعه من البقايع هذاك الباب مفتوح للامراض. توا التصويره اللي بعد ولا هذايا بعجاله الماء بما انه لي شاكرا معناها مراكز الطاقه اللي احنا ندخلوا بهم الطاقه في بدننا ونخرجوا بها الطاقه النظيفه ونخرجوا بهم عبرهم الطاقه المتلوثه موجودين على في بدننا الكل، وقت اللي نشربوا ماء ممغنط ماء فيه طاقه بتبقى على طريق عندنا صور احنا دكتور تو نشاهدوهم تو على الشاشه صور من بعد يظهر لي هما اللي فيهم بالميكروسكوب. ايوه الماء كيف شنو الفرق بين ماء عادي والماء الممغنط تو يعطيوهم لنا نركزوا ماذا بيا مع كل تصويره، خاطر فما عندنا التصويره نتاع الحنفيه معناها العاديه وبقيه التصاور التصويره اللي بعد هذه يظهر لي بعد اللي حبيت نقول هو كونه كيف ناخذوا كيف ناخذوا ماء ماء عين مش ماء عادي سبال ماء عين، الماء هذاك يثري يبدا ثري بالطاقه ويعطي النبته اكثر طاقه وتنبت اكثر. تو التصويره هذه اللي على اليمين الفوق اللي على اليسار سامحني فوق هو ماء حنفيه عادي، فهمت فيه الكميه نتاع الطاقه شويه. الماء كيف يبدا ماء عين ولا ماء ممغنط بماتريال معناها خاص يولي الماء بيدو يتولي عنده شعاع يشع طاقه، واللي على اليمين والفوق ديما اكل الحبيبات هما اللي يعطيو الطاقه، هما اللي عندهم الطاقه واللي باش يعطيو الطاقه. من لوطه
بالميكروسكوب الكترونيك المجهر المختص جدا، فهمت، يوري كيفاش الموليكول دو وقت اللي يجبدوا الطاقه يعطيو معناها ستركتور كيما الكريستال كيما البلوريه، فهمت، والمحتوى بتاعها فيه طاقه كبيره. اللي على اليمين بالكل واللوطه نوريكم انه وقت اللي نشربوا ماء فيه طاقه، ماء عين ولا ماء ممغنط، الطاقه نتاعنا تزيد بالوقت، معناها في 5-6 دقائق. اللي بعد، التصويره اللي بعد هذه صوره اللي على اليمين بالكل، اللي على اليمين هو صوره نتاع الدم، عينه من الدم نتاع واحد صغير، معناها خليه الدم، خليه الدم الجلوبيل روج جلوبيل بلون وغيرها، نتاع واحد صغير عمره 23 سنه. تشوفوا الحاله نتاع الخلايا نتاعو ماهيش في صحه جيده، معناها كلهم على بعضهم ما ينجموش يخدموا كيف ما يلزم، كيف ما يلزم عليها. بينما اللي على اليسار انسان شرب ماء ممغنط مده 3 اشهر، وبالرغم اللي هو متقدم في السن عمره ايش 63 سنه، نعم تقريبا اكثر من الضعف بالنسبه أكثر للعمر، اكثر من الضعف. وشوف كيفاش الخلايا نتاعو، اش معناها؟ معناها ساعات تلقى واحد كيفاش يقولوها عنده الجلوبيول روج بالكميه اللازم، اي بورتون هو عنده العلامات نتاع الانيمي، قلت عليه ناقص جلوبيول روج، علاش؟ خاطر العدد ما يشتغلش كيف ما يلزم، ما همش قاعدين يشتغلوا، تلقى عنده الجلوبيول بلون بالعدد الكافي، رغم هذا عنده الامراض، فهمت، علاش؟ خاطر ما همش قاعدين يشتغلوا بالكافي. المال الممغنط لهنا ذكرت في كلامك دكتور اللي هو ثم ماء طبيعي ممغنط، أيوة. معناها لكن تصور لي فما فرق في المياه هذه. الماء بصفه عامه ما عندوش طاقه، وقتاش يكسب الطاقه نتاعو؟ وقت اللي يتعدى من مختلف الشرايح الجيولوجيه قبل ما يخرج من الانبوع نتاعو، كما تقول في الهيمالايا يعرفوا اللي ثم برشا عيون فيهم طاقه كبيره، ماء زمزم هذاك غني عن التعريف، فيه طاقه، اكبر طاقه موجوده في العيون هو في ماء زمزم، وبصفه عامه العيون فيهم طاقه، فهمت دكتور؟ المعروف بما انه نحكيو على ماء زمزم، نعرف من بين العادات نتاعنا وقت اللي عائلتنا يجيو من موسم الحج ولا كيف من موسم العمره، الماء نخبيوه، معناها لازم سؤالي مش على معناها هي لندرا الماء الممغنط وقت اللي نخبيوه بصفه عامه كيما ماء زمزم يستحفظ على نفس الطاقه الحيويه نتاعو الا لا؟ الماء الممغنط يستحفظ على الطاقه، اما شنو هو المشكل؟ وقت اللي الماء ما يبداش تمغنيت هذيك في حاجه، وقت اللي الماء الجوده نتاعو من ناحيه البكتيريا ما يبداش باهي، وقتها ينجم يولي يعطي مطعم، ما تمغنيت يقعد. داير نحب نحكي ما بين قوسين صوره صغيره، حكايه صغيره، عندنا زميلنا امه مشات للحج عام 57، لها الحكايه معناها قرابه نصف قرن، وجابت ماء زمزم، خرجته المده هذه ماء زمزم، المطعم نتاعو ما تبدلش، بينما انت خذ ماء سباله وخليه جمعه جمعتين المطعم نتاعو يتبدل. فهمت؟ علاش؟ خاطر الجوده نتاع البكتيريا نتاعو ماهيش بقطع نظر على الطاقه نتاعو. على الطاقه الحيويه اللي هو اعز ماء في الطاقه هو ماء الانابيع لي زو دو سورس. في مرحله ثانيه لي زو دو سيرفاس اللي جينا من الواد. من الواد. وفي مرحله ثالثه الماك اللي تريتي وغيره. يعطيك الصحه دكتور، هكا نكون وصلنا لختامه حصتنا اليوم، نتقابلوا ان شاء الله نهار الخميس المقبل ديما في برنامج كلام صحيح. ان شاء الله بقيت نهار سعيده للناس الكل، لقائي معكم يتجدد ان شاء الله غدوه. باي باي، في الامان.